هاي الزين والهمة زيدتها فخور مرايا انتي اللي قلتي لي السلام عليكم كديرين لاباس عليكم هانيين كلشي بخير توحشناكم المهم حنا بعدا شويه فرحانين بالضو بالضو ان شاء الله وترجع ليا الى مجاريع دائما كنقول لكم غترجع ليا الى مجاريع مرحبا بكم والف مرحبا اليوم عندنا واحد جليبات غندير لكم الصول جليبات اي الجمعه والسبت والحد دائما ان شاء الله اللي بغات شي جلابه تجي لعندي ثمن مناسب واليوم عندنا هاد الجليبه هانتوما هانتوما هاد الجلابه مع الكمامه اصوبتي شوف حتى في الظهر ديالها اللي بغاتها اتصل بيا ان شاء الله اونصوبوا سير كوموند غنديرو في اللوينات النواخ والصندال هادي اصوبتي مع الصنداله ديال موناليزا في اللوينه كاين في هاد اللوينات وكاينين في العقيق راه غادي تجيبو موناليزا ان شاء الله تادي جات حنا هادي هلا هادي غادي تكون مع هادي مع هاد الجلاب اي جلابه ان شاء الله اصوبتي مع الصنداله ومرحبا بكم عندنا ان شاء الله الجمعه والسبت والحد دائما هادي تجي مع هاد الصنداله هادو غتجيبهم موناليزا ها هو شوف هانتوما لا هادي كتجي اصوبتي المهم لبسه كتجي زوينه هانتوما اصوات هادو موناليزا عندك فيهم الطفله وعندك فيهم هالطفله ديالهم وكاينين في الالوان الاحمر الكحل هانتوما البنات الروج التيركواز الشيبي كاع اللوين اي حاجه كاينه الطفله تجي معاها هالطفله ديالهم وكاينين في الالوان الاحمر الكحل هانتوما البنات الروج التيركواز الشيبي كاع اللوين اي حاجه كاينه الطفله تجي معاها اللي كتلبس البلا واللي كتلبس العادي كتلبس البلا ولا اللي كتلبس العادي وان شاء الله حنا معكم دابا غادي نلبس لكم واحد الجلابه اصوبتي مع واحد الصنداله وبالنسبه للبنات الجلالب ديال النمل ها هما ها هما هانتوما جيبي السلبي ديال النمل يلا اللي بغات غنديرو لهم اسئله مناسبه والخيط البنات والخيط وانتوما الصنداله اصوبتي الجلابه شفتو اللي بغات الجليبه ديال النمر كاينين الصنيدلات ديالهم ولكن البنات شوفوا الخدمه موناليزا راه دارت واحد المعمل صغير هي والحسين بداو كيخدموا في هذا الشيء ولكن شوفوا الخدمه كي دايره والاتقان والجوده البنات شفتو هذا الشيء المخير تبارك الله عليك موناليزا الله يبارك فيك كتجينا لهاد ها كل انسان يتعاون مع الانسان هادشي اللي كاين هانتوما البنات هاد الجليبات شوفوا الجلابه ديال المعلم هانتوما البنات فن المليفه شوفوا المليفه تكستار هانتوما فيها الالوان هانتوما هانتوما الطاي كبيره شنو الصنيع على الطاي كبيره هانتوما ديال المعلم هادي بالسلسله وهادي بالعقاد شوف وفيهم اللوينات هانتوما الوان هانتوما بلو مارين بلو مارين زيتي والزيتي سعاد دابا غتمشي تلبس لينا جلابه ديال النمر ها الزين والهمه جات جلابه
لي بغات كرونطاي البنات اللي طلبونا على كرونطاي ها نتوما بس هزيها هكا ها نشوف دوك دوك تحت وعلى الصندالة البنات شوف هادي خفيفة وظريفة البنات ها نتوما بحال داك الشكل اللي كنت درت لكم ديال النمر التيكل هادو شوفوا الخدمة ديالها شوفوا الثوب ديالها ها كطلعها ها نشوف واللي بغات تهبط تهبط البنات واللي بغات تطلعها شوف ها نتوما عرض فيها البنات ها نتوما راه الحجر الصحي البنات راه اللي كانت كتلبس الال ولات هاد جدي تقول لي اكس ال اكس ال دوبل وتريبل ها البنات الريجيم شويه ها نتوما ها اللي بغات تروح اكس هاي شي صنيدله معاها ديال موناليزا ها نتوما فنه خفيفه تبارك الله هانتوما وبالنسبة هانتوما الجليبات 150 درهم هانتوما البنات كي دايرة الطول دابا مبقاش داك الشيء قصير بزاف دابا عاوتاني ولا باغيين الطول وجلابت لي زاني 70 ها لي خصال لي زاني 70 هانتوما لوينات رياض وخزية البنات 150 راه باقي ما حطيناهمش البارح في اللايف ومشاو البنات 150 مع الزيت والهمة الجمعة والسبت والحد دائما انا معاكم هانتوما الالوان هانتوما الالوان ماغون هانتوما الالوان 150 درهم بالنسبة للمرأة المغربية حنا عارفين الوضع وعارفين كل شيء 150 درهم اللي جات عندي مرحبا والف مرحبا دائما كنقولها لكم البنات وبالنسبة هادو راكم عارفين الأثمنة وبالنسبة ديال الكوموند وكاينة هادي ديال بوتشي هادي هانتوما هادي كاينة في الويلات أجي حسنا معايا 50 درهم كلشي كانوا فيهم اللونينات الصفار وداكشي كلشي تبع دار وبالنسبة لهاد الشوشة 150 درهم كلشي هاد الشيء 150 درهم 150 درهم شوف هادي اللي كانت ديال كاع الأثمنة 150 درهم وكذلك ديال الجيل وبالنسبة للعبايات العبايات عندنا هاد السيمانة هادي إن شاء الله كاين العبايات الجديد فيها واللي بغات شي حاجة مرحبا بيا لا مازال كاين التعقيم ديال الحصان هانتوما موناليزا ها موناليزا سلام كديري لاباس كدير مع الصحة مرحبا مرحبا والف مرحبا مرحبا بكم والف مرحبا على السعاد مرحبا كل شيء كاين الحمد لله كل شيء موجود اللي بغى شي حاجه مرحبا بكم 07 700 800 06 بالنسبه لهاد الصنيدلات اللي بغاتهم اتصل بسعاد كل شيء 100 درهم مرحبا كل شيء 100 درهم الا هذه اللي لابسه سعاد هذه ديال زينو الهمة هذيك سميتها زينو الهمة هذيك الصندالة الصندالة الحاجة شي صنديلة ويلي ويلي مرحبا بكم عندنا الجمعة دائما كنقول لكم الجمعة والسبت والحد مرحبا بكم مع زينو الهمة الأثمنة المناسبة البنات عادة إن شاء الله هذا الأسبوع عادة مدخلين الكنادرات دو بياس ومدخلين شي حاجة ديال القنادر لامون وكاين القنادرات ديال الطعام مناسبه حاجه خفيفه المهم هاد السيمانه ان شاء الله مرحبا بكم عندنا وتحياتي لكم وتحيات للمراه المغربيه كنحماق عليها وكنسلم على الناس داخل المغرب وخارج المغرب